هلا انا خلو مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ما يكون فلوغ غادي يكون فيه day with me as a diabetic person. نهار معايا كوحدة سكرية ما كنبغيش نقول مريضة السكر، حنايا السكريين كنقولوا على راسنا سكريين. دونك غادي تشوفوا كيفاش كندوز النهار كامل، شنو كناكل، شنو كندير في نهاري كامل، واش كنعبر السكر ديما وما كنعبروش، شنو واش كنلعب سبور ولا لا. ماما تشوفوا معايا هاد الديتاي كاملين. هاد الفيديو درتو للناس اللي متبعيني اللي فيهم السكر. بزاف ديال الناس كيقولوا لي ديري داكشي ديال السكر، حيت داكشي ديال السكر كنديرو غير في انستغرام وفي تيك توك. داكشي علاش قررت ندير لكم حتى في يوتيوب. وإلا عجبكم بحال هاد النوع ديال الفيديو ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير باش نكثر منهم بزاف. ودابا يلا نبداو. الشوفان مع البيض صراحة قلت لكم غادي تصاوب الشوفان مع البيض، لكن صراحة في اللي ياكل فيق ما قداش ناكل. دونك غادي ندير دابا كاس القهوه، نشرب القهوه ابري غادي نشوف شنو غادي ناكل. كي دابا نشرب كاس القهوه حيت ما قادرش ناكل، كنحس براسي ما فيهش الجوع. ما خديت داك كاس ديال القهوه كي جوج تمرات تبركا يطلع السكر، حيت غالبا ما درتش الانسولين الكافي ليها. هاكي نشوفو. المهم دازت 2 ساعات على الفطور، بغيت نعبر السكر نورمالمون. شوفو انا ما كنعبروش ديما وكنبقى حاضيه، ولكن مره مره كنبدا نعبر. المهم بغيت نبدل هذا، دابا هذا هو فاش كنديرو طق، فهمتوا. المهم غادي نبدل هادو سميتهم لي لونسيت وكندير وحده اخرى في بلاصتها، كنديروا لها بحال هكا. وهادي ممكن ولا شي الناس اللي ما عارفينش هادشي. المهم وهادي هادي باش ما كتبقاش محلوله وفيها ليبره، كنغطيوها بهادي باش ما تجرح حتى شي واحد وصافي. شتو هكا. المهم وهادو لي بوندوليت، كل بواط كتكون فيها 25 حبه، جوج لي بواط فيهم 50 حبه، كتكون جو بونس بشي 120 درهم بحال هكا. بزاف كيقولوا خص نبداو نعبرو في الجناب ماشي هنايا، و تيقول لك حتى في الجناب ما كتقصحش كثر، ولكن انا كتجيني كتقصح هنايا كثر من هنا، ولكن المهم نعبرو في الجناب هكا. شوفوا واش طالع ولا هابط، ماشي واش طالع ولا مقاد، حيت ما كنحش بها. نشوفو 3 2 1 طالع 2 غرام 57. المهم دابا غادي ندير معاكم كوريكسيون. غادي ندير 3 ديال لي زونيتي و ديال الانسولين. المهم نوريكم بعدا. الانسولين ديالي ندير 4 حيت فايت غرام و 50. دابا غادي نشرب الماء بزاف وغادي نمشي نتكا على ما يتقاد لي السكر. كنت في الاول فاش يلا جاني السكر مثلا فاش كنلقى طالع كندير سبور ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن بسمات بزاف كيقولوا لك فاش كيكون طالع السكر خاصك تشرب الماء وترتاحي وديري لافين ديالك صافي، ما تحركوش وزعما ما ديروش سبور باش حاولوا تنزلوه، حيت فاش كيكون فايت 2 غرام 50 ما خصكش دير سبور. اول ماي نشرب الماء ونمشي نسكر ساعه خصي نرتاحو. كنتفرج فواحد السيري سميتها رجل العصا، صافي عندي شي حوايج خصني نقدم، كيبان لي نقدم عندكم.
تحيد درت هاد لي شوميز. عصير ديال الحامض ستيفيا ستيفيا ما كطلع ليناش السكر. المهم غادي نشربو دابا وما طونطون ولا ما غيكون دابا كيهبط السكر دونك نشربو اصلا ما كيطلعش السكر. المهم الا شفتوني كناكل في هذا الفيديو عرفوا بلي انا ما كنصومش، انا ديابيتيك تيب 1 ما كنصومش. بزاف كيقولوا لا ما خصكش تبيني ما خصكش هذا، ولكن علاش الا ما بينتش انا بلي راه حنا كناكلوا في رمضان وما بينش واحد اخر بلي حنا كناكلوا في رمضان، دونك فاش غادي نكونوا كناكلوا بصح يكون كيهبط لينا السكر ولا خصنا اصلا غير نتغداو ولا شي حاجه يبدا يقولوا اه كذا كذا كذا. بحال واحد البنت كانت عاودت لي واحد المهم كانت قالت لي في واحد الكومونتير بلي هي ديابيتيك وخدامه فاش مشات للخدمه ما قدراتش تاكل في الغداء. دونك الناس اللي كيتفرجوا فيا راه كاينين ناس ما كيصوموش حيت فيهم السكر ولا فيهم مرض اخر داكشي علاش. دونك اي واحد فيه السكر كيشوف فيا قول للناس اللي حداك ولا الناس اللي خدامين معاك بلي فيك السكر وكيخصك تاكل في هاد الساعه وفي هاد الساعه وفي هاد الساعه. هادشي اللي كاين باش ما يوقع حتى شي واحد شي حاجه، حيت الا مشيتي غيبوبه راه انت اللي بوحدك كتمشي غيبوبه كتديش معاك شي واحد اخر. الله يستر ما يوقعش هادشي ان شاء الله صافي. المهم الناس الصايمين حقكم في الجنة. ماما نعبر معاكم دابا السكر نشوف واش هبط ولا لا. ماما خصو يكون هبط حيت صافي انا خاصني ناكل خاصني نتربى. باش شوف غرام 50. المهم غادي نتغداو هكاك وغادي ندير الانسولين. نشوفو كنزيد عليها شويه ديال الماء باش طيب، عاد من بعد كنزيد عليها الكمون والملحه ودي السبلجيه ومن دابا نخليوها طيب شويه باش ما تبقاش هكا خضراء. شوفو غادي نبارطاج معكم لاريكو واحد الطريقه فريمون كتجي بنينه بزاف. كندير فيها الملحه
ثوم بودر، الكمون، زيت بلدية، شويه قزبر ومدنوس والحار السودانية، كيجي واعر، كيجي فريمون بنينة مختلفة. المهم شوفو هانتوما راه مبقاش كاع الما دابا. شوفو فريمون جربو لي ريكو بحال هكا كتجي فريمون بنينة ومختلفة. بسم الله. كانت واعرة. أنا غادي ندير الانسولين ونمشي نتغدى. هيلو أجين. المهم أنا كنت دايرة مكياج و مو طالقة شعري وداكشي حيت كنت كنصور واحد فيديو في تيك توك، غادي نحطو حتى في انستغرام. دخلو عندي انستغرام وتيك توك غتلقاو هنا وهنايا. المهم دخلوا عندي وديروا لي جيم كومونتير داكشي بلا مستيكم بيناتناش داكشي ما عليناش. المهم دابا غادي نمشي ندير سبور حيت حنا الناس اللي جاويسيك خصنا ضروري كل نهار يا اما نديروا ساعه ديال لا مارش يا اما ندخلوا لاصال. المهم خصنا ضروري نتحركوا باش الخزان حتى هو كيبدا يهبط. السكر كيكون قاد النهار كامل بيان سور هادشي مع الماكله ماشي غير زعما راه السبور صافي كيقاد السكر 100% لا، وباش كيبقى السكر ديالنا مقاد مزيان وحنا كنكونوا مرتاحين في لو كور ديالنا. شوفوا كيوصلوني بزاف ديال لي كومونتير بالاخص في تيك توك وفي انستغرام. خاوله كيفاش زدتي في الوزن؟ خاوله انا راه جاني السكر وبقيت في الوزن ديالي ما كنزيدش. شوفوا انا تقريبا عام ونص بقيت في 52 ما كنزيدش، ولكن غير تقاد ليا الانسولين مع لو كور ديالي وداك لي زونيت اللي كندير موالمين مع الماكله اللي كندير صافي اوتوماتيكمون تما كتبقى تزيدي بالوزن عادي بحال ما فيكش السكر. انا كنت في 52 وفي هذا العام الثاني ديال السكر وصلت ل 59. المهم انا شوفوا انا بغيت نقص فهمتوني، دونك غير يتقاد لك السكر ديالك ولو كور ديالك غيولف الانسولين وغادي تولفي مع السكر صافي راه غادي تبقي تزيدي اوتوماتيكمون بشويه 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 بشويه. كيكون باين انا راه واخا فيا السكر راه مره كناكل داكشي حلو وكندير الانسولين على حسب ديك الحلاوه اللي كليتها وكتجيني هي هذيك كتجي عبار. شوفو انا ما كنقول حتى واحد كل السكر ولا كل الحلاوه، انا راه في النورمال ديالي راه كناكل داكشي كامل بالسكر، ولكن مره كناخد ديسير بالسكر، الا خرجنا برا كنحط شي حاجه فيها السكر عادي وهادشي كاين. المهم الناس اللي باغيين يزيدوا في لو بوا راه بشويه 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 حتى تزيدوا دابا لو كور ديالكم يولي في الانسولين صافي غادي يجيكم عادي. المهم دابا غادي نوض نلعب سبور، عندنا واحد بيسيكليت كندير بها السبور. المهم انا غادي نوريها لكم. المهم هو تحركوا ساعه ديال لا مارش، انا كنت كل نهار كندير ساعه ديال لا مارش صافي تما كنهبط لي الخزان وتقاد. المهم دابا حيت في رمضان داكشي ما كنخرجش كندير لا بيسيكليت كندير تقريبا نص ساعه. شوفوا واخا كنكرهني معكازه ولكن كنحاول كل نهار اوموان نتحرك، واصلا كنبقى في الدار هكا كندور وداكشي مع كنوجد الفطور كنمشي وكنجي وكنتحرك، ما كنبقاش ما غير واقفه ولا جالسه ولا مسكين لا، خصني ضروري النهار كامل نتحرك حيت الناس اللي جابيتيك خصهم يتحركوا باش كيحرقوا السكر وباش الخزان حتى هو كيهبط وباش كيعيشوا حياه سليمه وسعيده وداكشي كامل. المهم دابا غادي نمشي نجمع شعري وغادي نلعب سبور وغادي نوريكم شنو كندير. المهم هاي دي لا بيسيكليت نوريكم. ها كامل صفر وابخي غادي ندير تقريبا نص ساعة ومن بعد غادي نوريكم باش نشوفو نص ساعة ندير واحد سيريتور كنتفرج فيه. بقيت هاد الفطور انا غادي ندير ايست كوفي
مع واحد غادي ناكل واحد الكيك كنت درتو البارح لوباب بلوز وسكر ديال اريتريتور البيض شوكولا نوار شويه ديال الحليب وشويه ديال الزبده. المهم بحال هكا بحال الكيكه عاديه غير هي بالطحين ديال اللوز وبلا سكر بالسكر ديالي وصافي. في هذه القصه الفطور هادشي اللي كناكل بقي عاد كيكون العشاء. كتجي زوينة حتى بالكوكا وليني تسال المهم انا كندير في الكوكا عادي نزيد عليه شوية الماء نزيد لك لاصون صافي هاد الحليب مبقاولوش لك لاصون حتى نديرو جاري بحال هكا لبست حوايجي غادي نمشيو نتقداو غادي نمشيو للمرجان دونك غادي نديكم معايا بيان سور ونمشيو نشوف داكشي اللي خاصنا مستعوسين لي باش شوفوا راني كنبدل ماشي ما عنديش حوايج غير كنبدل غير ديما كنلبس الباج المهم صافي لبست سروال الكحل سبت ديال الكحلة صاك باج سبت ديال الكحل سبت ديال باج هادشي اللي كاين يلا نديكم معايا سبرايت بلا سكر بغيت نصبو في الموخيتو هذا تويست كنتظنو بلا سكر هذا نقص فيه شوية السكر ولكن فيه السكر لا 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 لا
ميلونج ديال الفرودمان يطبلو ما طلعتش حتى فيكا بلاص طون طون. هذا ديال البنان توقي دابا العصير. هذا كراميل غندير نطوبي واحد لا طارت. هذا بيستاش. هذا اناناس لختي واي واحد كبيتي كيشوف فيا هذا غير نتوما حنايا وكلشي العسل لختي العسل الحلاوه. هذا نسلي فلو عود. هذا الشوكولاتة ديال 55% كنديرو في داكشي ديال لي طارت وداكشي. دانيت شوكولا نوار شوكولا نوار دانيت شوكولا عسل قبل ما يجي السكر كنسكر حماق على دانيت. هذا ديال الشكلاط كنت كنموت عليه. ماشي شي نوع اخر ماشي دانون اخر. هذا هاد البسكوي باش ندير به داك التشيز كيك. واخر حاجه والكاشير صافي. دابا غنبدا هادشي بلاصتو. Seni çok merak ediyorum, iyi misin? Şu anda ne kimseyi görmek istiyorum ne de birisiyle konuşmak istiyorum. Peki. Bu arada... Şufu, saat üşüyorum ile vahide. O kan hiss billi vahide ama mesela. O kan hiss billi sıkar kıyafetli. Şufu, bizde bir nez de vakit kadar konu kit projofiyeti. Nasıl bir şey yapacak? حنا راه كيبل مسكر حتى باش كنكونو ولات يقدر يضرب فمي أوا كنخروقها في السكر يقدر يحط لينا السكر. دونك أنا غالبا كترت الأنسولين نشوفو. أنا متأكدة هابطي متأكدة ولكن بغيت نهبط معاكم. ربعة وربعين راه هابط بزاف 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 بزاف. أنا كل دابا السكر باش دغيا دغيا يطلع لي السكر. المهم انا كنخدم بحال هاد السكر بحال هكا جيت على السكر بزاف كنخربق. فريمون هبط ليا بزاف. مغاديش نكل غير وحده نكل جوج حيت مغاديش يكفي. كنت حتى واحد تيك توك ديال ماي لايف بلات. ديال ماي لايف بي لايك نحياتها كيفاش كيدايرو. مرة طالع مرة هابط مرة مقاد مرة وهادشي كل نهار. دونك حنا الناس اللي جابيتيك اللي فينا السكر وي ار سترونغ حنا اقوياء. وتال هنا كيكون تال الفيديو. شكرا بزاف حيت بقيتو كتفرجو فيا. تال دابا نشوفكم فيديو واحد اخر. باي باي.